أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنعش الجدار لحمك أو عظمك، وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك، وربي ستندم، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك. ولن ينفعك الندم، ولن ينفعك الندم. في ليل الذنب مضى عمر، صحراء الذل حظاياه، وتعيش الروح به والها أن تنجو أملا ترعاه. والآن ترى تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم، ستندم إذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه.